سلطنة عمان وطن حضن عددا من العلماء والمكتشفين في كل العصور التي مرت على هذه الأرض، ويشهد التاريخ العماني على قدرات هذا الشعب الفكرية والإبداعية، ويسجل الحاضر حكايات التفرد والعمل بجدية في معظم أمور حياتنا. دعونا الآن نتابع هذا العرض الطلابي نور، أداء طلاب كلية العلوم التطبيقية بصحار.
صدى من أنت؟ أنا؟ لا أعرف بالضبط، ربما أكون نور الدين السالمي، أو أكون جابر بن زيد، أو الخليل بن أحمد الفراهدي، أو لربما كنت أحمد بن نعمان الكعبي. اعتبرني أي شخص، ما يهم أن تعي نفسك. الشيخ نور الدين السالمي، لماذا أتيت؟ وماذا تريد؟ رأيت المدى المظلم فأتيت بالنور. وكيف تنير ظلمة فالظلام مخيم منذ ردح من الزمن؟ الظلام مخيم في العقول يا بني. لم أفهم. قال الله في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. تعرفوني، أنا الخليل بن أحمد الفراهدي، مؤسس علم العرو، ودرسنا اليوم عن البحر الكامل ولازمته. كمل الجمال من البحور الكامل، متفاعل متفاعل متفاعل. وطبعا لكل بحر من بحور الشعر زحفاته، فمثلا ابن الكرام وابن السادة النجب وابن الجحاجحة الشم الذين هم كانوا سناها وكانوا سادة العرب. لا تختلفوا في آرائكم ولا في سلمكم ولا في حربكم، وليكن رضاكم واحداً وغضبكم واحداً ووليكم واحداً وعدوكم واحداً سواء ودمكم سواء، فإني أسأل الله أن يهديكم للإئتلاف وأن يؤمنكم ويؤمن بكم من المخاوف، فإنه يعيدكم ويعيد بكم من الارتجاف والاختلاف، وأن يكسيكم كل خلق واف وكل علم كاف. Thank you.
كنت أول عماني عبر المحيط الأطلسي كسفير سلام ومحبة إلى القارة الأمريكية، واسمي أحمد بن النعمان الكعبي. وما الذي أتى بك إلى هنا الآن؟ رأيت المدى المظلم فأتيت بالنور. وكيف تنير ظلمة فالظلام مخيم منذ ردح من الزمن؟ الظلام مخيم في العقول يا بني. هذا الكلام سمعته من قبل، نعم، للشيخ نور الدين السالمي. أوه، ما الذي يجمع بين كل هذه الأشخاص؟ بدأت أفهم، هي رسالة لنا، هم صنعوا وفعلوا، ما الجدوى من انتظار ما قالوا ويقولون؟ نحن سنصنع النور بأيدينا وننير هذه الظلمة. السعداء صبح مفعم والبرد غاد.
ظهر شقيفة وجه ظلام تنفس الصعداء.